هساني اليوم كلش فرحان، اليوم سمعت ان العمال مالتي عثروا على كنز من الدايموند، ولهذا راح يصير عندي دايموند هوايه. بس انا المره راح انطي هذا الدايموند لازم انطي للناس اللي تستحق، اللي يشتغل ويعمر هاي المدينه انا راح انطي دايموند. بس بداي لازم اضم الدايموند عندي، سوالي صناديق مالتي كلها انترست، حتى ايش قد صار عندي دايموند. هذا الدايموند بس هذا اللي راح يجي الدايموند وين راح اضمه؟ لازم يصير عندي مكان كلش كبير حتى اضم بي هذا الدايموند، حتى اتمنى يصير عندي صندوق عملاق. بس شو راح اسوي؟ صحي جتي فكرة ببالي، اني راح ابلغ سكان القرية اللي يعرف يبني لي صندوق كلش عملاق راح انطي من هذا الدايموند. لحد يلا اوكي لازم اصيح الحارسة مالتي، يا حارسة يلا تعالي. نعم يا ملك، نعم انت طلبتني. اي نعم اسمعيني، هسه لا اريدش تروحين تبلغين القرية اللي يبني لي صندوق كلش عملاق، يكفي الدايموند اللي عندي راح انطي جائزة كلش قيمة. كل زين، شوف اسمعني يا ملك، هسه راح اروح ابلغ كل سكان القرية بهذا الشيء، يلا خلي استعجل. اي كل زين، حتى انا كلش فرحان، بدي اشوف من راح يبني لي هذا الصندوق، يلا خلي انتظر. هاي انتو اسمعوني يا اولاد، هسه اجي الوقت لازم اروح للشغل، بس اذا تحاركتوا من جديد انتو ما تعرفون ايش راح اسوي بيكم. شوف اسمعني بابا، اصلا جيجي دائما هو يضوجني وهو يتحرك وياي، اصلا ما تحرك. بابا انت تعرفني اني ما اصلا انا ما اسوي مشاكل، بس يا كلش مزعجه حتى تضوجني. اصلا انت كذاب وانت دائما تسوي مشاكل. كافي انا بعدي ما خارج من البيت وتريدون تتعاركون. اسمعوني زين، انا هسه راح اروح، واذا عرفت تعاركتوا من جديد انا حتى ما راح انطيكم اكل، حتى احتمال راح اطردكم من البيت. شنو؟ او لا بابا ارجوك تطردني، ما يخاف انا وعدك انه ما راح اتعارك انا وجيجي، ما راح اتعارك مره ثانيه. اي بابا انا مو وعدك، انا حتى ما راح اسوي شيء. اي كل زين، لحد يلا هسه لازم انا اطلع من البيت حتى انا مطمئن، انا متاكد ذول الاولاد ما راح يتعاركون. طبعا يا اولادي كلش مزعجين، هسه اجى الوقت اني اروح للشغل، يلا خلي استعجل. موجود، مرحبا. نعم اهلا تفضلي. انت ابو راني وجيجي مو صحيح؟ اي نعم انا ابو راني وجيجي. انا اعرف ان اولادك يبنون بنايات كلش حلوه واسطوريه، انت ما تعرف شنو الملك ارسلني اني ابحث بالقريه عن اي شخص يبني له صندوق عملاق، واذا بنى له الصندوق العملاق لما تعرف الملك محتاج صندوق حتى يقوم بيه كل الدايموند اللي عنده، بس اي شخص يبني له الصندوق العملاق راح يربح جائزه. شنو الملك يريد صندوق عملاق؟ طبعا هذا الشيء كل سهل، أصلاً أولادي كلش محترفين بالبناء، وإذا قلت لهم على هذا الشيء أكيد راح يفرحون وراح يبنون الصندوق. كل زين، لحد ذا راح أخبرهم بلكي راح يشاركون، واحتمال إذا فازوا يربحون على جائزة أسطورية. هسا أوكي، لحد يلا خل أستعجل وراح أبلغهم، يلا خل أروح. يسا بابا راح، شوف اسمعيني هذا كله بسببك انتي، حتى بابا راح يكرهني كله بسببك. بس انت كلش مكره ومزعج، شوف اسمعني انت دام تتحرك وياي وكلش تضوجني. شوفي كذاب قاعد تقول لبابا انه انا ما اسوي مشاكل، بس انت كل المشاكل دورك. شنو؟ هي اسمعيني انتي ما يفيد وياك، احسن حل اروح اجيب العوده مالتي وراح انتقم منك. عودة؟ انا اصلا راح اضربك بوكس وتخلص منك. يا اولاد يا صوت بابا، يا بابا معقول راح يعاقبني؟ انا لازم احكي وياه. سمعني وقول لي انت السبب، يلا خل اطلع. نعم بابا. تعالوا يا اولاد، انتوا ايش قاعد تسوون؟ قاعد تتعاركون؟ لا بابا احنا ما قاعد نتعارك، احنا كنا قاعد نلعب. بابا احنا قاعد نلعب انا وجيجي. اسمعوني يا اولاد، هسه جتي المساعده مال الملك وتقول اللي يروح يبني لي بناء اسطوري، اللي يبني لي صندوق عملاق راح ينطوا جائزه اسطوريه. صندوق عملاق؟ صندوق عملاق، بس بابا الملك شو يسوي هذا الصندوق؟ اسمعوني الملك صار عنده دايموند كلش هوايه ولازم يضم الدايموند بهذا الصندوق. بابا زين اذا سوينا هذا الصندوق العملاق الملك شو راح يسوي لنا؟ راح ينطي جائزه، بس انا عرفت انه راح ينطي جائزه من الدايموند. هذا الشيء كلش اسطوري. يلا يا جيجي هسه اجى الوقت اني لازم تبني. تبني؟ شوف اسمع جيجي، انت المره راح تشارك وياي، بس مدقت الملك راح يختار الصندوق مالتي اللي راح ابني. شنو؟ هي اسمعني اصلا انت بنايتك كله مقرف، كله من لون البينك، مو مثل انا بنايه حلو من اللون البلو. اوكي خليني اشوف. متاكده الملك راح يختار الصندوق مالتي؟ خلصني خل استعجل حتى اجمع غراضي. يس انا بخل استعجل، لازم اجيب كل غراضي ورا اختار المكان المناسب وابني لي الصندوق العملاق.
يلا ساني خلي استعجل، راح اجمع كل هذا على السريع قبل هذا الجنو يبني قبلي، بس ما بتقدر احصل على الجائزه، وجيجي راح يخسر لي اصلا بنعمه حلوه، وكل الدايموند راح يصير لي، بتقدر تجي تجيب راح احصل على دايموند وحده، وكل الدايموند بس لي، بس وين راح ابني؟ وما عندي حتى مكان افكر بي، واحسن شيء راح اختبئ انه وانتظر جيجي وشوف راح تروح على مكان راح ابني يمه. يلا خلي انتظر. يس انا جمعت كل الاغراض مالتي، هسه لازم اروح على السريع حتى ابني لي هذا الصندوق العملاق اللي يريده الملك، مو بس هذا راح احصل على جائزه اسطوريه، بس روني يمكن راح تبني، بس هي مستحيل تفوز يا دام تستخدم اللون البينك المقرف. يلا خل اركض على السريع، بس هي حتى ماكو احتمال تكون راحت قبلي، حتى يمكن راحت تبني، بس افضل لاني ما اريد اشوف البناء مالتي، اذا شافت البناء احتمال راح تقلد، وان مستحيل اخليها تشوف البناء مالتي. حتى انا عندي خطه عبقريه، هي دائما انا اسوي بناء مالتي مكشوف، بس هالمره انا عندي ورق الاشجار، راح اسوي حاجز من ورق الاشجار حتى هاي النوبه ما تشوف الصندوق مالتي. بس هي حتى ما اعرف وين راحت، احتمال راحت المكان بعيد حتى تبني، واني مؤخرا خلصت منها. يلا يا جيجي استعجل على السريع، هسه لازم تاخذ هاي ورق الاشجار، اوكي خلي هنا ورق اشجار، بعد وين كل زين، وخلي كل هذا المكان، خلي على السريع، حتى خافت تجي هاي المزعجة، حتى ابد ما تشوف البناء مالتي. يلا خلي بعد هنا وين، والله جيجي اتوقع هذا كلش كافي، اي صحيح هنا انا كافي، لازم اخلي بعد هنا كل زين. هسه انا سيجت مالتي البناء حتى ما حد يشوفه، يلا خلي اشتغل على السريع واكمل، يلا خلي اشتغل. يس انا قاعد اراقب هذا جيجي، بس ايش قاعد يسوي؟ هذا ليش بنا ورق اشجار؟ سوى السون عرفت هو سوى هذا الشيء حتى ما شوف البناء مالته، بس انا لك جيجي مزعج لازم اشوف طريقه، سوى السون عرفت اكو هنا بحر وعن طريق هذا البحر راح اقفز، وبعد راح اشوف جيجي هذا المزعج اي منك اكو طريق، يلا خل اقفز. واو انا لك يا جيجي لك شوف البناء مالتك بدون ما تعرف. يا سام بدي تتقرب، ويلا راني يلا استعجلي يا سام قربت كل الزين، احسن شي راح اقب هذا المكان ورا قبل يجي المزعج. يا ساني قاعده اشوفه حتى هو ما يشوفني. يا ساني كملت البناء مالتي، خليت اوراق اشجار كل شويه حتى هاي المزعجه ما تعرف البناء مالتي. طبعا هاي ممكن تقلدني، هسه يا جيجي انت ايش راح تسوي؟ اوكي لازم احسب بلوكات حتى ابني هذا الصندوق الاسطوري. اوكي ايش قد احسب؟ 1 2 3 4 5 اتوقع احنا هنا كل الزين، بس كم بلوك؟ اوكي لازم احسب 10 بلوكات، هاي 2 3 4 5 6 اي صح هذا كافي مو صحيح، اوكي 6 وبعدين 7 8 9 10 اتوقع العشرة كل زين حتى يكون صندوق عندي عملاق واسطوري، حتى راح يكفي كل الدايموند مال الملك. يلا يا جيجي هسه تكمل بعد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اتوقع هذه المساحة كافية، والله هذا الصندوق راح يكون اسطوري حتى ياخذ كل الدايموند الموجود بالعالم. يلا خل اشتغل على السر حتى بد ما تاخر، لازم اكمل هنا. ايش قاعد اشوف؟ يمكن انا شفت شخص هناك، يلا اركض يا جيجي. يمكن ماكو اي احد، واحتمال انا كنت اتوقع شفت شخص بس ماكو اشياء هنا، لا يلا اوكي هسه لازم ارجع واكمل على السريع، يلا خل اشتغل. اوه يلا استني خل اطلع، واني حتى نفسي خلاص كل بسبب هذا المزعج عاد يكشفني، بس انا همزين قدرت تهرب. عرفت شو راح يبني هذا الصندوق؟ أنا بلازم استعجل، واذا احتاجت بعد مساعدة راح ارجع نفس المكان وهم راقب جيجي. حتى يوصل انه خلي استعجل حتى اسوي هذا الصندوق الاسطوري، بس وين راح ابني؟ يا هذا المكان كله زين، الصور هذا راح يكفيني. احسن شيء انه ابني مثل ما بنى جيجي، بس يلا اوكي واستخدم لون بلون مقرف، وين راح استخدم اللون البينك؟ حتى يوصل انه خلي استعجل وابني، يلا خلي ابني. يس انا كملت اساس هذا الصندوق، حتى هو راح يكون بيت وصندوق بنفس الوقت. طبعا حجمه كلش كبير، بس يا جيش ايش راح تسوي؟ اوكي ساي بلوكه واحده، هاي 2 3 4 5 6 وهاي 7 وراح يكون هذا الارتفاع، حتى انا راح اقدر اشوف. ايش قاعد اشوف اني؟ لا مستحيل، هاي رونيه
شلون جيتي بهذا المكان؟ حتى يمكن بنت هذا المربع بقت هذا المربع. أقول هاي شافتني الشريرة. لا 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 مستحيل أسكت. هيا أنت اسمعيني. منو؟ جيجي. مستحيل. شلون جيت بهذا المكان؟ شلون جيت بهذا المكان؟ أصلاً أنت شلون جيت هنا؟ أنا جيت قبلك قاعد أبني هنا. وصلني ما شفتك. أنت حاطنا ما أعرف شنو ورقة جار. حتى كل شيء ما قاعد أشوف. بس أقول لك شوف اسمع جيجي. أنت إيش خليت ورقة جار بهذا المكان؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ حتى أنت لا تقلدين تأخذين الفكرة مالتي وتبنين صندوق نفس هذا الصندوق. تتوقع انت افكارك احسن من افكاري؟ لا لا مستحيل. اصلا افكاري اسطوريه. حتى راح اسوي صندوق كلش حلو وبتقدر الملك راح يختاره وانت راح تخسر. شنو مستحيل؟ معقول تكون هاي شافتني؟ بس انا اصلا مسويناها ورقه اشجار ومستحيل تشوفني. بس لا يلا اوكي هي انا اعرف راح تكمل بنائها حتى بنائها راح يكون مو حلو. يا ارنوبه ما تعرف تبني. هسه لازم انزل انا على السريع. يلا يا جيجي اقفز وبمزين ما دمجت اني. بس لازم اقعد ابني اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وهاي السبعه. هسه لازم اكمل من كل الجهات. يلا خلني اشتغل. يس انا قد اشتغلت بس بوقت هذه الجهة وبعدك وش راح يكمل؟ واو بس انا كملت سويت نفس هذا الجهة المزعج بنيت بنفس بنائه. بس هو هسه ما اعرف شو راح اسوي. شو راح اقدر اكمل هذا الصندوق؟ بس ما اعرف شو راح اسوي. يلا خلي انزل وارجع راقب جيجي وشوف ايش قاعد يسوي جيجي حتى انا ما اكمل نفسي. لا عاد يلا خلي اقفز هنا. يلا ابو واو اصلا جيجي بهذا المكان ما راح يشوفني ابد. هذا المكان اسطوري. بس هو شفتك يا مزعج بس لازم اسوي البناء نفسه. طبعا انا ما عندي فكره ولازم اسوي نفس جيجي. يلا خلي اراقب. يس انا كملت بناء هيكل الصندوق. هسه لازم ابدي اخلي حتى يصير يشبه الصندوق. بس يا جيجي ايش راح تسوي؟ اوكي اوكي لازم اخلي هنا بلوكات. ايش قد احسب يا جيجي؟ اوكي خلي واحد. اوكي يلا اوكي متى اوصل؟ هاي واحد اثنين وهنا هم واحد اثنين. وبعدين اوكي اجي من جاي هم اخلي اثنين بلوكات وهنا اخلي بس وحده حتى يكون شكله كلش يشبه الصندوق. ورا يا جيجي اوكي لازم اخلي هنا بلوكات واحدة وبعدين بعدين. والله اني قاعد افكر بس هذا الشيء كله صعب. ها عرفت اوكي خطا بس يمكن يصير عادي عادي. بعد يلا يا جيجي هسه لازم اكمل من كل الجهات واشتغل منها همين. اوكي خلينا بلوكه واحده وخلينا بلوكتين حتى يصير شكله هيك مخربط يشبه الصندوق. اوكي خلي بعد هنا بلوكه واحده. يلا يا جيجي اشتغل على السريع. اوكي هنا بلوكتين. بعد مين لازم اروح من هاي الجهه واشوف. يا تراني هي هي تعاي انت يا شريره. لا لا انا عرفت هاي قاعد تجي تراقبني من هذا المكان. شوف اسمعيني هي انت اسمعيني انت ايش قد ما تحاولين مستحيل تصيرين اسطوريه مثلي. اربط هاي المزعجه انا عرفت ليش الصندوق مالته يشبه الصندوق مالتي. بس انا مستحيل اسكت هالمره. انا لازم حتى هذا المكان اسده واخلي ورق اشجار كل شويه. يلا يا جيجي كمل على السريع لازم تخلينا حتى بعد مستحيل تشوفني. يلا خلي اكمل واشتغل. يلا خلي اشتغل. يلا صني خلي استعجل. وبس هذا جيجي المزعج كشفني وشافني. بس انا ما يهمني اهم شيء نسوي صندوق اسطوري واخذ الجائزه. حتى نعرف شنو اسوي. يلا اوكي لازم اسوي نفسه بالضبط. اوكي بعد راح اجيب هنا واجيب هنا كل الزين. بعد بهذه الجهه اصور هذا الشكل صحيح. بعد بكل مكان ايش راح اسوي؟ واخيرا راح اسوي صندوق اسطوري حتى كلش حلو. اوكي بعد راح اجي هنا صحيح صحيح. يس انا بقى شوي وراح اكمل. بس بعد مين راح اروح؟ لازم اشوف طريق ثاني حتى ابدي اراقب جيجي. بس يا استاذ لازم اسوي نفسه بالضبط وبعد راح ارجع وهم اراقبه. يلا خلي اشتغل. يا جيجي هسه انت لازم تكمل بناء الصندوق حتى تاخذ الجائزه قبل ما هاي المزعجه تكمل بنائها. بس ايش راح اسوي سامي البدايه؟ اوكي ساني كملت كل هذا بقى اخلينا انا الخشب حتى يصير صندوق اسطوري. بس اوكي ما راح اخلي يا جيجي. اوكي خلينا وبعدين خلينا لازم هاي الفراغات كلها اكملها يصح حتى يشبه الصندوق يصير. اوكي بعد خلينا اي صحيح. اوكي خلينا لازم كل هذا اكمله. يلا يا جيجي
تيجي قفز على السريع وكمل الصندوق. بس صح لازم اخلي الباب. اوكي اتوقع هذا المنتصف. وين الباب مالتي؟ يا هاي الباب. يلا اوكي يا جيجي خلي باب هنا وخلي باب هنا. بس يمكن هاي خطا. وامزي امزي انا عندي وين الاكس مالتي؟ يا هذا الاكس. يلا خلي اكسر على السريع. يا جيجي اوكي وين راح تخلي الباب؟ لازم اوكي تصير هنا. يصحيح باب. هسه كملت هاي الباب حتى صارت باب اسطوريه وراح يصير احلى صندوق بالعالم. راح يكون الصندوق البلو. يلا يا جيجي هسه كمل هنا. اوكي خلي بعد بلوكات. هسه لازم اكمل هاي الواجهه. يس كمل. بس بعد لازم اخلي وين؟ ها اوكي اوكي لازم اجيب شنو عندي. اوكي الستيرز اخلي وين؟ اخلي هنا. بعدين اخلي نار حتى واحد يقدر يصعد يكون زين. حتى تفتحنا الباب وراح يكمل الصندوق مالتي. بس هسه لازم اكمل من كل الاتجاهات. صحيح اوكي لازم اجيب بعد بلوكات هنا واكمل حول هذا الصندوق حتى يكمل على السريع. يلا يا جيجي اشتغل. بس ولو انا هذا خليته خطا. يلا انكسر انكسر. يلا هسه بدا ينكسر يكل الزين. يلا يا جيجي كمل بعد هنا. لازم اكمل حتى اروح اخذ اقول للملك اقول له تعال يا ملك شوف هذا الصندوق الاسطوري اكيد راح يعجبك حتى راح ينطيني جائزه وراح اصير كلش غني. بوم. يلا خلي اشتغل على السريع. يلا خلي اشتغل. يس انا صليش قد اشتغل حتى سويت الصندوق مالتي نفس صندوق جيجي. امشي انه انا راح اربح الجائزه وراح اصعد من دوايه. صحيح بس انا بعدها خلصت فكرتي. احسن شيء نرجع هذا الفكره من جيجي. يلا خلي استعجل حتى اخلص الصندوق قبل لا يخلص جيجي. شنو انا مستحيل وجود جيجي يا مزعج حتى خلينا اوراق اجر زي شو راح اشوف. ويلا راني افكر هسه فكري واذا ما عرفت شلون اسوي بناء جيجي ما صندوق انا شو راح اكمل. انا عرفت ايش راح اسوي. شو راح اروح من طريق ثاني ولازم اعرف جيجي ايش قاعد يبني. يلا خلي استعجل. يس انا كلش فرحان هسه انا كملت هنا هذا الصندوق وهسه لازم اصعد ابني هاي البوابه المفتوحه. طبعا راح تكون بوابه كلش حلوه. بس يا جيجي انت ايش راح تسوي؟ اوكي لازم اكمل هنا الدرج حتى اصعد فوق. يلا اصعد على السريع. يلا لازم هنا اوصل ويلا اقفز يا جيجي. هسه ايش راح تسوي؟ يلا اوكي لازم احسب هنا اخلي ايش قد. اوكي خلي من هالبلوكات لازم احسب اخلي واحد اثنين وبعدين اروح منه وهم ببلوكات اثنين هاي واحد هاي اثنين كل زين حتى ابدي اصعد هاي البوابه شوي شوي لحد ما يكمل الصندوق. بس بعدين منه هاك لازم اكمل هذا كله. يلا خل انزل هنا. بعد اوكي يا جيجي فكر فكر وما ادري صحيح او لا. اي صحيح صحيح. يلا اوكي خلي احسب هنا لازم اكمل ذني على السريع. يلا اوكي اوكي ايش قد بقى هسه راح اصل النهايه. يلا يا جيجي كمل على النهايه حتى ورا اروح للملك وابد ما اتاخر واخذ الجائزه مالتي. اوكي خلي بعد هنا. اي صح هسه انا كملت اربع بلوكات. هسه بعدين ايش راح اسوي؟ بعدين اوكي صح لازم اصعد منها من الجانب. اخلي وحده هنا صحيح واخلي وحده هنا بعدين اجيب هنا البلوكات العاديه الخشب خلي هنا. صح هسه صحيح هسه بعدين ابدي اوكي شوي شوي اتقرب. يلا يا جيجي هسه لازم تصعد وتخلي بلوكات هنا خلي اثنين خشب هنا بعدين اوكي صعد من هنا وكمل على السريع. يلا اوكي اوكي حتى اخلي مثل البوابة المفتوحة. ايوه هاي فكرتي كلش حلوة واسطورية. هسه لازم اصعد من هاي الجهة اخلي بعد هنا بلوكات واخلي خشب هنا اثنين. ولا بس شلون انا اخاف اوقع واتدمج. يلا اوكي خلي هنا وبعدين اجي اكمل هاي يعني شوي شوي تصير بمتدرجه. صحيح. والله راح تكون فكره عبقريه واسطوريه. يلا اوكي خليك بعد هنا ولازم اكمل خلي هنا. ايش قاعد اشوف؟ لا مستحيل انا شفت اكو شخص ورا الاشجار. بس من معقول يكون موجود هنا؟ بس يمكن قاعد اشوف طاروني يا مزعج يا شريره. لا 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 مستحيل انا لازم انزل على السريع واروح وانتقم منها. بس يمكن هي ما شافتني. اوكي اوكي راح افتر من هنا وهي ما قاعده تشوفني.
موجود هنا. اوكي يلا اركض اركض يا جيجي، ما قاعد تشوف. هيا انا كشفتك. يا شريره جيجي ايش قاعد تسوين هنا؟ ها جيجي انت ما تعرف انت تدنا العاب يبشن البناء، ولهذا قررت ان نقف. شنو؟ هيا انا عرفت انت افكارك كلها شريره وتحاولي تقلدين البناء مالتي. قلد البناء؟ لا 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 مستحيل، احسن شيء نروح منه. يلا خليها هرب. يلا ثاني خل استعجل. وبس هذا جيجي المزعج كشفني. بس وين ايش راح اسوي؟ بس انا عرفت ايش سوى جيجي. احسن شيء انه اصعد وراح ابني مثل بنائه. بس والله كيساني وصلت كل الزين. بس ايش قاعد اشوفوني؟ قاعد اشوف جيجي بين الطابق الثاني، والطابق الثاني قاعد اشوف كل شيء. واو يلا كيساني خل استعجل، ولازم ابني من نفس ما بنى جيجي. اوكي وش سوى؟ صحيح بنى من هذه الجهه، وانا راح ابني من هذه الجهه. بس ما سوى، يلا خل اشتغل. يس انا رجعت للصندوق مالتي. يلا يا جيجي استعجل، هسه بقى شويه وراح يكمل الصندوق وراح اخذ الجائزه. اوكي خلي بعد هنا يكون زين، هسه لازم اصعد. يلا يلا بقى قليل جيجي، لازم تستعجل حتى تروح للملك وتطلب الجائزه. اوكي اوكي بقى شنو عندي؟ خلي بعد هنا بلوكات واكمل هاي. صحيح بوم. حتى اني كلش فرحان. يلا اوكي اوكي خلي بعد اسنان هنا خشب. هي صحيح هاي بدا الصندوق مالتي يكمل. اوكي خلي بعد هنا، بس حلو هذا بناء والله متعب وصعب. هنا الصندوق هذا بيت صندوق مفتوح حتى يكون شكله كلش اسطوري وحلو. يلا اوكي بعد هنا اخلي صحيح جيجي كمل كمل، هسه لازم هذا مينه. بس يمكن الخشب عندي خلص. لا اوكي اوكي ثاني ما خلص. بعدين اوكي اجيب هذا هنا البلوكات الازرق واخذنا بلوكات البلو. واو اوكي خلي بعد هنا. بس اوكي خلي بعد اخر بلوكه. يلا يا جيجي واو، واخيرا الصندوق مالتي كمل حتى صار احلى صندوق بالعالم. هسه لازم ارجع من هناك واروح اكمل. يلا خلي اشتغل. قد اشتغل حتى شفت جيجي وسويت نفس ما سوى بالصندوق، بس هو صندوقي صار اسطوري. ومتأكده الملك راح ينعجب به، لان طبعا هو من اللون البينك. بس هو سويت وقت اللي اجي انزل، وبعد راح اخبر الملك انه يجي يختار الصندوق مالتي. واو بس هسه خليه يستعجل قبل يروح جيجي قبلي، واحتمال الملك يختار صندوقه. يلا خليه اركض. يس أنا نزلت بعد ما كملت الصندوق مالتي وصار صندوق أسطوري حتى صار أحلى صندوق بالعالم. لحد يلا أوكي هسه لازم أكمل حول البوابة لما يصير شي ظل شكله حتى يكون شكله كلش أسطوري وحلو. يصحي جيجا ساي صحيح نو، وبعدين تعالنا على صفع يكون الزين الثاني كملت. اوكي خلي بعد هنا وخلي بعد هنا. اوكي وخلينا نشن الفنس خلينا حتى يصير حلو. يبا هساني كملت هاي البوابة حتى سويت القفل وصار صندوق اسطوري. يلا ثاني خل ادخل. بس شنو بعد؟ صحيح نسيت بقى بس اخلي زجاج هنا حتى من يصير مطر ما يدخل مي هنا، وبنفس الوقت يدخل ضوء ويصير كلش حلو. هسه لازم وانا اروح، صح لازم اروح اخبر الملك. بس بدي ايش اسوي؟ اوكي خلي احاول اكسر هذا. اوكي وين المالتي الاكس؟ يات الاكس. يلا كسر كسر يا اشجار. يلا خل اخرج يا ملك. هو هذا الصندوق مالتي الاسطوري، هذا صندوق البنك تقدر تضم بيه كل الدايموند. يا ثاني جيت وقاعد اشوف هذا الصندوق كلش حلو. طبعا مرحبا يا ملك. جيجي يا ملك انا بنيت لك صندوق، وباع الصندوق مالتي انا متاكد راح يعجبك. صندوق مالتك هذا الصندوق انت بنيته من اللون البلو. بشوف اسمعني يا ملك، صدقني اصلا صندوق جيجي ما حلو، انا البنك اسطوري وكلش حلو متاكد راح يعجبك. بس يا ابني انا ما قاعد اشوف الصندوق، انت ليش خال ورق الاشجار؟ احسن ما يشوفه اكيد راح يختار. شنو؟ هي انا خليت ورق الاشجار كله بسببك حتى ما تقلدين الصندوق. بس شوف يا ملك عادي عادي ولا تهتم، هسه انا احاول اكسره مع السريع. يلا انكسر يا اشجار. تعال شوف شوف الصندوق مالتي ايش قد حلو، حتى احلى صندوق بالعالم.
ياساني كسرت كل اوراق الاشجار، اتوقع هسه كلش كافي. تعال تعال يا ملك، شوف مالتي الغل صندوق ايش قد حلو. ياني قاعد اشوفه، واو بس هذا الصندوق اسطوري حتى كلش حلو. اي طبعا يا ملك تعال تفضل، شوف الصندوق من الداخل، يعني تشوف ايش قد مساحه بي كبيره، تقدر تخلينا انا كل الدايموند اللي عندك. بس شلون هذا الصندوق مفتوح؟ يعني احتمال يدخل ماء المطر. لا انت بدله تهتم، هسه انا اخلي لك زجاج هنا راح يدخل الضوء ويصير مكان اسطوري. ايه كله صحيح، هذا الشيء حلو اسطوري، حتى انا هذا الصندوق عجبني انه اضم بيه كل الدايموند. ايه طبعا يا ملك، بس انا انصحك ما تختار صندوق البينك لهذا لونه ما حلو. شنو وانت شو عليك حتى تدخل؟ انت مالك علاقه. ايه صحيح صحيح يا ملك، بس هسه انت عجبك الصندوق مالتي؟ يعني عجبني، بس راح اروح احكي ويا هاي البنت. يلا خلو اروح. يس انا وصلت يا بنت، هسه اجى الوقت انه اشوف الصندوق مالتج. بس معقوله يا ملك انت ما اخترت مالتج؟ مو صحيح. شنو؟ لا بالعكس، اصلا هذا الصندوق البلو كلش عجبني، واجى الوقت انه اشوف هذا صندوق البنك. يلا تعال افتح الباب. يلا تعال تعال يا ملك. قاعد اشوف هذا الصندوق، هذا احلى صندوق بالعالم، مو متاكده، حتى لونه اسطوري وكلش حلو. شنو؟ واصلا انا ما يعجبني هذا اللون. شنو ما يعجبك؟ بس ايش ما يا ملك ما يعجبك؟ اصلا هذا كلش حلو. لا اسمعيني، انا اعرف المن راح هذا راح اخذ الصندوق، انا زوجتي الملكه كلش تحب هذا اللون البينك، وراح اخلي هذا الصندوق لها وتضم بيه كل الذهب. يسمعوني يا اولاد، هسه انتوا لازم تعرفوا من اللي فاز ومن يستحق الجائزه. يا ملك انت اختارتني يا ملك. يا ملك انت اختارتني، واني صندوق من البلو حتى كلش حلو. صندوق البيك وكلش حلو. اسمعوني اسمعوني، اني قررت اختار هالصندوقين، وانتوا اثنيناتكم تستحقون الجائزه. نستحق الجائزه؟ شنو؟ لما تحصلت اني كلش فرحان، يعني هذا الصندوق الي. يلا خل اشوف. شنو هذا الدايموند؟ بس شوفي اسمعني يا شريره، انت اصلا ما تستحقين هذا الدايموند، انت قلدتي البناء مالتي. شنو؟ وشوف اسمع، اصلا هاي فكرتي وانت اللي قلدتني. لا مستحيل، يلا ابتعدي منا، احسن حل اخذ كل الدايموند مالتي واروح للبيت واني كلش فرحان.